السلام عليكم. كان في ناس سألونا على أداة تعمل كوبري أو بريدج أو عارفش إيه سميتها من العربي، فلقيت أداة هيت اسمها بريدج مودلر، دي بتسطبها جوه الريفت وبتحدد بداية الكوبري ونهايته، وبعد كده هو يبدأ يرسمه لك بشكل دوت. بكل التفاصيل اللي موجودة جواه والقطاعات وكل حاجة. فأعتقد ان دي افضل اداة ممكن الواحد يستخدمها عشان يرسم بريدج جواه المشروع بتاعه، ويطلع له 3D تقدر تاخد فيه سكاشن، تقدر تاخد فيه الليفيشن، تقدر تشوف 3D كل اللي انت عايزه.